انت لما تبين توصلين الهدف مالك لازم تكونين على جدول يصلح صحتك، الفتنس ليفل مالك وجسمك. حاليا عمري 37 سنه وصحتي افضل من يوم عمري كان 21 سنه، والثقه اللي عندي الحين ما له حدود. انا سويت اكثر من برنامج هاي كل فتنس ليفل. اذا انت في حياتك ما دربتي ولا اذا انت تتمرنين من سنين، عندي برنامج، ولا بعد تقدرين تسوين كل البرامج في بيتك، ولا راح اكون واقفه معاك. والبرامج مو بس عن التمارين، انا راح اشرح لك كل شيء عن الاكل، عن السبلمنتس، عن صحه الامعاء. فالحين فرصتك تسجلين معاي، خليني اساعدك انك توصلين الهدف مالك.